Coming up, his name is Imam İsmet Aksın. Hailing from Turkey and a graduate from Azhar University, he is a black belt in karate and also a black belt in qira'ah. He's also currently the Imam of the Islamic Society of Baltimore, so very close to here. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آيات